الله عز وجل رب الداء ورب الدواء، وإذا مرضت فهو يشفين. يعني كان توبتها النصوح وعزمها على الحجاب هو الدواء الشافي. هي تقول تداويت بالقرآن، وبدأت تصلي وتذكر الله عز وجل، وتقسم بالله أن دعاءها يخرج من كل خلية من جسمها، تقول اللهم اشفي أنت الشافي المعافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. تقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال ووالله بعد 3 أيام فقط من بدء توبتي وقراءة القرآن انطفأت النار التي كانت تأكل وجهي، وهدأت براكين القيح والصديد والدمامل، وبدأت الحبوب والبثور بالجفاف، وذهبت الآلام والحمد لله، ولله المنة والفضل. الأبواب الأرضية كلها أغلقت، مفتوح لها باب السماء. فلما توجهت إلى الله وتابت إليه وعاهدته على الحجاب وذكرت الله ذكرا كثيرا، من الله عليها بالشفاء التام. تقول صاحبة هذه القصة أنا إنسانة لأبوين متدينين ولله الحمد. يعني الإنسان حينما ينشأ في أسرة ملتزمة هذه نعمة كبرى لا يعرفها إلا من فقدها. أحياناً الإنسان يحارب في بيته، الشاب المؤمن الملتزم يحارب في بيته، ولكنها تقول أيها الإخوة، أنا حينما أقرأ لكم هذه القصة ليس كل شيء ورد فيها أنا أقره، أنا أعلق أهمية على المغزى. تقول ولكنني كنت كبنات جيلي فقد ارتكبت الكثير الكثير من الذنوب والمعاصي، ثم تقول أنا عمري الآن 1 سنة. كيف؟ هناك أشخاص يعدون أعمارهم بعد التوبة، بعد أن تابوا إلى الله يعد العمر عمرا، أما قبل التوبة إلى الله لا يعد هذا العمر عمرا. فقد ارتكبت الكثير الكثير من الذنوب والمعاصي، وكنت الابنة الصغرى في الأسرة، ولذلك كتب لي من الدلال ما سهل لي أن أرتكب الكثير من الذنوب. ففي تعليق، كيف تقول إنني إنسانة لأبوين متدينين ولله الحمد وأتيح لها أن ترتكب الكثير الكثير من الذنوب؟ هنا في خلل. الأب المتدين والأم المتدينة حريصان حرصاً لا حدود له على سلوك أولادهم، فلذلك لا بد من المراقبة، وقد تحدثت عن هذا طويلاً في درس تربية الأولاد في الإسلام عندما وصلت إلى أسلوب الملاحظة. الأب والأم ينبغي أن يلاحظا أي انحراف في سلوك أولادهم، وينبغي أن يعالجا هذا الانحراف. لكنها تقول ارتكبت الكثير من الذنوب ولله الحمد ليس منها الكبائر. لم ترتكب الكبائر، والله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا حتى مصاحبة الشباب، على الرغم من أن هذا عرض لي وكنت قادرة عليه، لكن شيئا في نفسي كان ينفرني منه. ولا أنكر هنا أنني كنت أبحث عن قصة حب حقيقية تنتهي بالزواج كما صورت لنا الأفلام التي خدعتنا بقضية الحب وجعلتها شغلنا الشاغل. إذاً من أين تستقي ثقافتك؟ من كتاب الله؟ من سنة رسول الله؟ من سير الصحابة الأعلام؟
وأنت أيتها الفتاة من كتاب الله، من سنة رسول الله، من سير الصحابيات الأعلام، أم من الأفلام؟ صدقوني أيها الإخوة، صدقوني أنك إذا وزنت بين أن تستقي ثقافتك من قصص الصحابة الكرام أو من الأفلام، الفرق بينهما كالفرق بين ماء طاهر عذب زلال وبين ماء آسن نجس. ولهذا قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس، لم يقل نجسون، لأن الشيء النجس يطهر، أما هم عين النجاسة، هل يطهر النجس؟ الشيء النجس يطهر، أما النجس لا يطهر. لذلك أكبر مصيبة تصيب المسلمين اليوم أنهم يقتبسون قيمهم، تصوراتهم، مبادئهم، لا من الكتاب والسنة وسير الصحابة الكرام ومن العلماء العاملين، لا، يستقون مبادئهم وقيمهم وتصوراتهم من الأفلام. ثم تقول: المهم أنني دخلت الجامعة وتخرجت منها فتاة قد وهبني الله قدرا من الجمال والملاحة، ما جعلني مرغوبة من الخطاب، ولكن أحدا منهم لم يعجبني، أو لنقل لم يكتب الله لي أن أتزوج أحدا منهم. وخلال هذه الفترة كانت فكرة الحجاب تراودني، فقد كنت أشعر بالذنب والخوف أن أموت من دون حجاب. هذه ما نسميها، هي الفطرة، كل إنسان مبرمج وفق منهج الله، فإذا خالفه يتألم. أذكر أن أحد الإخوة الكرام حدثني أنه رأى ندوة في محطة، الندوة مقابلة مع سفاح البنات، شاب مجرم كان يغتصب الفتيات ويقتلهن، وقد حكم بالإعدام. باحثة اجتماعية ملتزمة أرادت أن تلتقي معه لأسباب معرفية، فطلبت الإذن وقابلته. يقول هذا الأخ إنها سألته: هل تعلم أنك محكوم بالإعدام؟ قال: نعم. قالت: هل تصلي؟ قال: لا. قالت: هل تقرأ القرآن؟ قال: لا. قالت: هل تشاهدت في حياتك؟ قال: ما هي الشهادة؟ قالت له: لا إله إلا الله. قال: كلها دفعة واحدة، اقرأيها علي كلمة كلمة. فتقول هذه الباحثة أنه حتى أتقن لفظ الشهادة مضى وقت طويل، كلمة كلمة لا، إلى أن أتقنها، إله إلا الله. في أي مستوى هذا؟ طبعاً ليس متعلماً إطلاقاً، لا يصلي، لا يقرأ القرآن، لا يعرف ما الشهادة. سألته: كيف فعلت هذه الجرائم؟ قال: هن السبب، لأن ثياب الفتيات دعوة إلى اغتصابهن بالفطرة. سألته سؤال آخر، قالت له: لو أنك رأيت فتاة محجبة، الآن دققوا فيما قال، قال: والله لو أن أحدا تحرش بها لقتلته. هذا الجاهل المجرم قال: لو أن أحدا تحرش بفتاة محجبة لقتله. فحينما يقول الله عز وجل: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، لا يمكن لإنسان مهما كان مجرما أن يتحرش بفتاة محجبة، لأنها دخلت حصن الله عز وجل، هي في حصن حصين، حجابها حصن، حجابها إعلان أنني فتاة شريفة، حجابها إعلان أنني فتاة مسلمة، حجابها إعلان أنني فتاة محصنة. بينما الفتاة السافرة المتفلتة
التي تبرز مفاتنها، مفاتنها دعوة إلى التحرش بها. الأمر جعلني يعني أضع مصطلح جديد أرجو أن تقبلوه مني، تحرش النساء بالرجال عن طريق ثيابهم، وتحرش الرجال بالنساء عن طريق الكلام واللمس. أما من البادئة؟ المرأة. لذلك جاء في القرآن الكريم الزانية والزاني. لماذا بدأ الله بالمرأة؟ لأنها هي السبب. ثم يقول والسارق والسارقة. لماذا بدأ بالرجل؟ لأن الرجل أقدر على السرقة من المرأة، ولأن المرأة سبب الزنا فجاءت قبل الزاني. تقول دخلت الجامعة وتخرجت منها فتاة قد وهبني الله قدرا من الجمال والملاحة ما جعلني مرغوبة من الخطاب، ولكن أحدا منهم لم يعجبني، أو لنقل لم يكتب الله لي أن أتزوج أحدا منهم. وخلال تلك الفترة كانت فكرة الحجاب تراودني، فقد كنت أشعر بالذنب والخوف أن أموت من دون حجاب. وكان أبي رحمه الله دائما الدعاء لنا بالحجاب، وكثيرا ما كان يكلمنا عنه، وكانت أمي كذلك أيضا. وبعد تخرجي بسنة تقريبا كتب الله لنا الحج، وقبل الذهاب قررت أن أتحجب بعد الحج، وقد ورد في الأثر أنه هلك المسوفون. ضعاف الإيمان يسوفون، بيقول لك بعد الامتحان، ثم يقول بعد التخرج، ثم يقول بعد العمل، ثم يقول بعد الزواج، ثم يقول بعد الحج، هلك المسوفون. لما لا تقول الآن أتوب؟ إذن وقبل الذهاب قررت أن أتحجب بعد الحج. ولا زلت أذكر عندما قررت الحجاب وتلك اللحظات التي عاهدت الله فيها أن أتحجب، والدموع تتساقط من عيني، والراحة التي أحسست بها عندما عاهدت ربي في تلك اللحظات لا توصف. الراحة التي شعرت بها حينما عاهدت ربها أن تتحجب لا توصف. ويا أيها الإخوة الكرام، والله حينما تعاهد ربك على طاعته، أو حينما تصطلح معه، أو حينما تعقد النية على طاعته، يلقي الله في قلبك من السرور ومن الفرح ومن السعادة ما لا يوصف، ويزيح عنك من الهموم والضغوط والكوابيس ما لا يوصف. لذلك كنت أقول دائما في قلب المؤمن من السعادة ما لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. لكن ذهبت إلى الحج وعدت وأنا مصممة على أن أتحجب، لكن عندما عادت إلى بلدها، ولا أعلم أين بلدها، قال وجدت خبر قبولي في العمل في إحدى المراكز التي كنت أسعى إليها قد تم، وافقوا على قبولها موظفة في مركز. أنا اخترت هذه القصة لأنها تمثل شريحة واسعة جدا في مجتمعنا. يعني الفتاة ثقافتها من الأفلام، طموحها أن تتعرف إلى شاب، هي المستوى الراقي جدا أن ينتهي هذا التعرف بالزواج منه. في رغبتها أن تكون في عمل، ودققوا، العمل ليس ضرورة، لكن رغبة في أن تكون مع الناس وأن يتعرف الناس إلى ملكاتها وإلى جمالها. وراودتني نفسي كيف أتحجب، ماذا ألبس، كيف أواجه المجتمع الجديد بشكل جديد الذي لم أتعود عليه، كيف يقبل الناس مني أن أكون محجبة، كيف يقبل الأهل والصديقات. ثم كان هناك خوف إذا تحجبت أن أبدو غير جميلة. حقيقة هي
موح، موح حقيقي. ما كل شيء يقال، يعني في أشياء لا تقال إطلاقاً، بس هي تقول الآن، كانت تخشى إذا تحجبت أن تبدو غير جميلة، أو أن أظهر بمظهر بشع أو متأخر، أو أن يكون في حجابي ما ينفر الخطاب مني. في فكرة والعياذ بالله شيطانية من صنع الشيطان وزبانية الشيطان وأعوان الشيطان، أن الفتاة لا تخطب إلا إذا أبرزت مفاتنها، فإذا تحجبت انصرف عنها الخطاب. تقول هي عن نفسها: أسئلة سخيفة وخواطر سطحية في واقعها، لكنها كانت قوية لضعف شخصيتي، ولأني كنت أخاف من الناس أكثر من خوفي من الله. كانت هذه الخواطر بمثابة الجبال وقعت على صدري. ثم تقول: ونقضت عهدي مع الله. أنا ما بنسى قصة سمعتها من إنسان، هي من باب الشيء بالشيء يذكر. قال لي: أنا لي أب من كبار تجار الأغنام، وكان يشتري الغنم والسمن ويبيعه في الشام، فلما كبرت سن والدي حللت محله. قال لي: ذهبت إلى البادية ومعي سيارة، معي ميزان لأشتري الصوف والسمن. وقف عند أحد الموردين لوالده، فبدأ يزين الصوف. والده يزين بالكيلوات، بالكيلو. قال لي: أنا أعطيه لهذا البدوي، أعطيه أرقام بالغرامات، 23 كيلو و800 غرام. فهذا البدوي طرد بهذا الوزن الدقيق، ما كان يسمع بالغرامات سابقاً، لكن يحذف 10 كيلو. هذا يكون وزنه 30 كيلو و800 غرام، يقول له 21 و800 غرام. بعد أن وزن الكمية الكبرى، فهذا البدوي بإحساس عام أنه هو متوقع مثلاً 20,000، طلعوا 12,000. فقال له باللغة البدوية: إن كنت عم تضحك علي أو تلعب علي إن شاء الله تلقاها بصحتك. هيك قال له البدوي. قال لي بعد ما قال الكلام: إن كنت عم تلعب علي إن شاء الله تلقاها بصحتك. قال لي: خفت ودخلت في صراع مع نفسي. قال لي: من مكان شراء الصوف إلى لودمير وأنا بصراع مع نفسي، أرجع أعطي الفرق، ساكت، أبقى ساكت، اسأل بالشام علماء، حاسبه مرة ثانية. قال لي: دخلت في صراع عنيف. قال لي: عند مكان بالضمير قلت هالكلمة، قلت بالتعبير العامي حط الخرج. شو صار؟ يعني أخذ موقف، يعني حسم الموضوع. والله عز وجل قال: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. هكذا أخذ قرار. قال لي: ما كملت هالخاطر حتى وجدت نفسي في بركة من الدماء، والسيارة تعسرت وأنا ببركة من الدماء، والصوف مبعثر والسمن مفتوح، ومصيبة. جاء من أسعفني إلى المستشفى، وعرفت أن هذه رسالة من الله، هذا الحادث رسالة من الله. وسأل أحد شيوخه وعاد إلى هذا الأعرابي ودفع له الفرق، فلم يأخذه وسامحه به. فهذه قال: ثم نقضت عهدي مع الله. عمل وبين الرجال وجميلة، ثياب فخمة جدا. قال: واستسلمت للعمل، وقبل استسلامي للعمل تجهزت تجهيزا كاملا، واشتريت كما هائلا من الملابس الفاخرة، يبدو أنها من أسرة غنية وليست بحاجة إلى العمل، لكن بحاجة إلى الظهور، وهي صريحة مع نفسها.
وقد تستغربون لو قلت لكم إنني سافرت لمدة أسبوع إلى الخارج لأشتري تلك الملابس كي تبدو في أجمل مظهر، ووالله العظيم بعضاً من تلك الملابس لم ألبسها ولو مرة واحدة، وقد تصدقت بها مؤخراً، ولا تزال عليها أكياسها الحافظة، وذلك لتعرفوا أن الله عز وجل لم يكن راضياً عنها، وقد أزيلت منها البركة، واستلمت العمل الجديد، وكنت بلا مبالغة محط أنظار الجميع. المرأة حينما تنقطع عن الله تحب أن تكون محط أنظار الجميع، وكنت سعيدة وأنا أرى هذا الاهتمام بي، ولم يكن بي ندم أو خوف لنقض العهد. ومر حوالي 4 أشهر على توظيفي، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، اتخذت قرار ما تتحجب ونقضت عهدها مع الله وأرادت أن تكون في أبهى زين أمام الأجانب لتلفت نظرهم وتستمتع باهتمامهم بها وإعجابهم لها وتسمع منهم كلمات معسولة دائما. قال: في أحد الأيام أحسست بألم في وجهي واحمرار شديد، فإذا بوجهي فيه بعض البثور بدأت تظهر فجأة، فقمت بغسل وجهي ببعض الأدوية والمطهرات، وكل أمل أن هذه البثور سوف تزول بعد يوم أو يومين، ولكنها بقيت، بل زادت وأصبحت وسادتي والله مليئة بالدم والقيح. شيء غريب لم يحدث لي في كل حياتي، فقد كانت في السابق تظهر لي حبة أو اثنتان ثم تزولان بعد فترة دون ترك أثر، لكن ما حصل لي فجأة بين ليلة وضحاها ودون سابق إنذار هو بثور مركبة الواحدة فوق الأخرى، وقيح ودماء وصديد شوه وجهي، ولم يسلم مكان في وجهي من تلك البثور. أسرعت إلى الطبيب وكتب لي الدواء وغسولاً، فلم ينفع الدواء. رجعت له مرة أخرى فكتب لي حبوباً فلم تنفعني. ذهبت إلى طبيب آخر فكتب لي أقصى دواء يمكن أن يكتب لعلاجي حب الشباب، وذلك بعد أن عمل كل الفحوصات اللازمة ولم يجد أي سبب عضوي يؤدي إلى تلك الحالة البشعة التي شوهت وجهي. وكتب لي دواء يعمل على تنشيف الدهن تماما من الجسد، وحتى أنه يمنع من استعماله من كانت حاملا، ويمنع من استعماله من كانت تلبس عدسات لاصقة، لأنه كما ذكرت ينشف الجسم تماماً ومع ذلك لم تشفى. حكمة إلهية، يعني إذا الله عز وجل أراد أن يداوي إنسان دواءه فعال، لا طبيب ولا دواء ولا حبوب ولا غسول. بل إنني ذهبت إلى طبيب في الخارج في لندن ففحصني، وبعد الفحص قال لي: سوف أكتب لك علاجاً لا أرى أقوى منه، قادر على عمل شيء لحالتك. فلما نظرت إلى ما كتب فإذا هو نفس الدواء الذي لم ينفع في السابق، فلما أخبرته قال لي: أنا آسف، إن هذا الدواء هو أقوى دواء يمكن أن يكتب لمريض، وما بعد ذلك فليس بيدي، ولا أستطيع أن أعمل لك شيئاً. كانت حالتي النفسية صعبة جداً، محطمة تماماً،
وكنت أبكي في الليل وحدي، ولم أكن أظهر لأحد ضيقي حتى لا يشفق علي، ولكني كنت أرى نظرات الأسى في عين أمي وأبي وأخواتي، وقد كرهت حتى أن أنظر إلى نفسي في المرآة، وكان الجميع يتقدم بالنصح لي في طريقة العلاج، وكان هذا سبباً في زيادة تعاستي وشقائي، وكان ما بوجهي من دمامل وبثور يجعل بعض النساء ينفرن من تقبيلي عند السلام خوفاً على بشرتهن، وكان ذلك بمثابة السكاكين في قلبي. أخواننا الكرام، والله ما ذكرت هذه القصة إلا لأن كل واحد منا معرض لمعالجة تأديبية من الله لو نقض عهده مع الله طبعاً. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الشارد عن الله له حساب خاص، حسابه يوم القيامة. أما الذي في قلبه إيمان ويقصر وينقض عهده مع الله لا بد من تأديب، لأن الله رحيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. أعرف فتاة في قرابة بعيدة، يعني غير ملتزمة وغير منضبطة، أرادت أن تتوظف في سلك التعليم، طلب منها شهادة صحية، ذهبت إلى مستشفى عام لتصوير صدرها، بعد أيام جاءت النتيجة أنها مصابة بالسل. وأحياناً لإحكام العلاج يلهم الله من حولها أن ينفروا منها، فأخواتها في البيت وإخوتها خافوا على أنفسهم فابتعدوا عنها، أعطوها أدوات خاصة ومناشف خاصة وصحون خاصة، هذا زاد من ألمها، ولم تجد بدا من التوبة إلى الله عز وجل. فتابت وصلت وقرأت القرآن وتحجبت واصطلحت مع ربها. بعد حين ذهب أخوها ليأتي بالنتيجة الدقيقة، فإذا النتيجة قد أعطيت لها خطأ، فهل أخطأ الذين أعطوها هذه النتيجة؟ عند الله لم يخطئوا، الخطأ الله عز وجل بوصفه لصالح الإنسان. أعرف امرأة سمعت قصتها أنها ذهبت إلى بلد عربي للتدريس في مدرسة بعيدة عن المدن، كلفتها المديرة أن تدرس تربية دينية واختصاص رياضيات وللصف العاشر، قالت لها أنا لا أحسن هذه المادة، أنا اختصاصي رياضيات، إن لم تقبلي لا مكان لك عندي، فاضطرت أن تدرس التربية الدينية. بتقول فتحت أول درس آيات الحجاب، هي غير محجبة في بلدها، فأصبحت تبكي، يعني شدة تأثرها بهذه الآيات. قالت لتلاميذتها أن اعذروني هذا الدرس، اقرأوا ما شئتم، أنا أبدأ تدريس في الأسبوع القادم، وانعقد توبتها في هذا الدرس مع الله. معنى المديرة التي ألزمتها أن تدرس تربية دينية عند الله لن تكون مخطئة، الله بيوظف الخطأ لصالح الإنسان. المديرة التي ألزمتها أن تدرس تربية دينية عند الله لن تكون مخطئة، الله بيوظف الخطأ لصالح الإنسان. ثم في ليلة ذكرت الله فيها فعلمت أن السبب هو نقضي بالعهد مع الله. سبب هذا المرض الذي أعيا الأطباء في بلدها وفي بلد غربي ولم ينجح دواء في معالجتها، أن الإنسان أيام حينما تأتيه مصيبة يلجأ إلى أبواب في الأرض، فربنا عز وجل لحكمة بالغة يغلق كل هذه الأبواب، ما عاد في باب إلا باب السماء، ما عاد في باب إلا باب السماء، أو لم يبقى من باب إلا الباب المفتوح نحو السماء. فعلمت أن السبب هو نقض العهد مع الله،
لقد كنت أخاف أن أبدو غير جميلة إذا تحجبت، فكان الله عز وجل قد أرسل لي هذه الرسالة. هذه البشور رسالة يا أخوان، رسالة من الله، كأنها شعرت أن الله يعني بهذه الرسالة يقول لها: كيف ترين نفسك الآن؟ أنت نقضت عهدك من أجل أن تبدو يبدو جمالها. نعم. وقد كرهت أنت قبل غيرك النظر إلى وجهك في المرآة لشدة ما به. أليس الجمال هبة من الله عز وجل؟ أليس الذي خلق الجمال ووهب الجمال بقادر على أن يزيله بلمحة، بلمحة عين؟ ثم هداني الله إلى التداوي بدواء من عنده. الله عز وجل رب الداء ورب الدواء، وإذا مرضت فهو يشفي. يعني كان توبتها النصوح وعزمها على الحجاب هو الدواء الشافي. هي تقول: تداويت بالقرآن، وبدأت تصلي وتذكر الله عز وجل وتقسم بالله أن دعاءها يخرج من كل خلية من جسمها. تقول: اللهم اشفي أنت الشافي المعافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. تقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال: ووالله بعد 3 أيام فقط من بدء توبتي وقراءة القرآن انطفأت النار التي كانت تأكل وجهي، وهدأت براكين القيح والصديد والدمامل، وبدأت الحبوب والبثور بالجفاف، وذهبت الآلام، والحمد لله، ولله المنة والفضل. الأبواب الأرضية كلها أغلقت، مفتوح لها باب السماء. فلما توجهت إلى الله وتابت إليه وعاهدته على الحجاب وذكرت الله ذكراً كثيراً، من الله عليها بالشفاء التام. قال: وهنا قررت أن أتحجب وأن أستقيل من عملي. أن فتاة تظهر مفاتنها بين الرجال كل يوم، هذه فتاة تقع في معصية الله عز وجل. قال: وبعد توبتها إلى الله وحجابها وشفائها اتخذت قراراً بالاستقالة من عملها. وفي تلك الأشهر شاء الله عز وجل أن يمرض أبي، وذهبت معه والأهل إلى الخارج للعلاج، وهناك تحجبت. وكان حجابي في أول الأمر حجاباً عادياً، أي أنني لبست الحجاب على رأسي مع ثياب عادية، وحمدت الله على هذا كثيراً. ولكن بعد فترة وجيزة هناك زاد المرض على أبي، وأدركنا أنه كان يعاني من مرض خبيث. ورأيت أبي أمام عيني يتحول من شخص مهيب كبير إلى هيكل عظمي ضعيف، وصوته المجلجل الذي كان يملأ أركان البيت لم يكن يستطيع حتى أن يظهره، فكان لا يتكلم إلا همساً وبشق الأنفس. رأيت الإنسان حينما تسلب منه إرادته وقدرته رويداً رويداً كيف يكون. فاتضح لي الطريق وتحولت حياتي منذ تلك اللحظة، وقررت أن أستعد لهذا المصير. أليس هذا هو ما نسير إليه مسرعين؟ لقد قررت أن أكون أول الباكين وأكثر المشفقين على نفسي قبل أبي، بأن أعمل لها وأمهد لها، فلا ينفعني جمال ولا مال ولا قوة ما لم تكن هناك صلة بالله عز وجل أتكئ عليها عند المصائب والشدائد. وتوفي أبي رحمه الله، وعدت بعد وفاة أبي إلى بلدي وقد ارتديت الحجاب الكامل والعباءة، وارتديتها عن يقين وعن ثقة وعن صلابة لا تأبه بالسخفاء الذين
لا زالوا يحسبون للدنيا ألف حساب، وما حسبت لهم الدنيا ولا الآخرة حسابا، إنني الآن أنظر في المرآة إلى وجهي وبه بقايا من بثور هي الآن عزيزة على نفسي، حبيبة إلي وإلى قلبي، فقد كانت رسالة من الله عز وجل لي، وهي سبب هدايتي وتوبتي. لذلك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تقول هذه صاحبة هذه الرسالة: فمن يدري، لو لم تكن هذه البثور في وجهي لربما لم تتغير حياتي، ولما شعرت بأنني أسير في طريق خطأ. هذه تربية الله للإنسان، هذا تأديب الله للإنسان، هذا معنى أن الله رب العالمين. أخبركم بأنني بعد حجابي بسنة قد من الله علي بالزواج، الآن اصطلحت مع الله وشفيت من مرضها وتحجبت حجاباً كاملاً، الآن منقبة هي، معنى منقبة أنها تستر وجهها. قال: من الله علي بالزواج ثم بالأولاد، وتلك نعمة من الله، فليس الأمر بالجمال والملاحة، إنما الأمر بالعمل بما يرضي الله وبالبركة التي هي من عند الله، فهو الرازق وهو المانح. كما أنني بعد فترة من الوقت وبعد ازدياد حضوري للدروس الدينية قد من الله علي بالنقاب، النقاب ستر الوجه، وأنا الآن امرأة سعيدة بمعية الله، فهي أكبر نعمة منحها الله لي، وأرجو ألا تسلب مني، وأن يمن الله بها على جميع المسلمين والمسلمات والقراء والقارئات، ويحفظ ديننا ويختم به صالح عملنا، ويتوفانا وهو راض عنا، إنه كريم رحيم، آمين. هذه قصة عثرت عليها في موقع معلوماتي، رأيتها نموذجية في أنها تمثل أكبر شريحة في المجتمع. نحن دعونا من الملحدين، دعونا من الكفار، دعونا من العصاة، دعونا من الذين يرتكبون الكبائر، ودعونا من المتفوقين في الدين، هؤلاء وصلوا إلى موقف، لكن نحن مع من؟ مع شريحة لا هي مستعدة أن تكون عدوة للدين، ولا هي تطبق أحكام الدين، هي بين هي المشكلة. أب عنده ثلاثة أولاد، ابن متفوق جدا هذا يكرمه، وابن معتوه هذا أيضا يتركه، معتوه. أما الابن الثالث ذكي جدا لكنه مقصر جدا، تنصب معالجة الأب على هذا الابن الثالث، عنده إمكانيات لا يستغلها، فلذلك ترتاح في الدنيا بحالتين: حينما يكون ميؤوسا منك أن تعرف الله، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وترتاح أيضا إذا كنت متفوقا وفق منهج الله. أما إذا كنت بين لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، لست بعيدا عن الدين كما أنك لست مطبقا له، عندئذ تأتي المعالجات. فهذه فتاة نشأت في أسرة صالحة ولها أبوان صالحان، لكنهما ليس كما ينبغي أن يكون الأبوان، ارتكبت بعض المعاصي والذنوب، ذهبت إلى الحج، عاهدت ربها على أن تتحجب بعد الحج، لكن فوجئت أنها قبلت في عمل، فنقضت عهدها مع الله وألغت الحجاب وتجملت بأجمل الثياب ولفتت أنظار الموظفين، وأصبحت يعني قبلة أنظارهم. ثم جاء العلاج الإلهي، هي خافت أن تتحجب لئلا يذهب جمالها، فحجب الله عنها الجمال، لأن الذي يمنح الجمال يأخذه في أي وقت. أيها الإخوة، يعني
مرة سمعت قصة رويت لأخ كريم اليوم، أنه إنسان أعرابي في شمال جدة، لما توسعت جدة اقتربت من أرضه، فوصل إلى جدة ليبيع أرضه وقد ارتفع سعرها، في مكتب عقاري اشتراها منه بربع قيمتها، احتال عليه وأخذها منه حيلة. أنشئت عمارة ضخمة في جدة من 12 طابقا، هؤلاء الذين اشتروا هذه الأرض أنشأوا هذه العمارة، هم شركاء ثلاثة، الشريك الأول وقع من أعلى سطح البناء فنزل ميتا، والشريك الثاني مات بحادث سير، انتبه الثالث فبحث عن صاحب الأرض 6 أشهر حتى عثر عليه ونقده 3 أضعاف حصته، فقال له البدوي ترى أنت لحقت حالك، فيعني نحن لازم نلحق حالنا، فإذا واحد له تقصيرات له مخالفات عليه أن يصطلح مع الله وعليه أن يتوب إليه، كما هذه الفتاة لما اصطلحت مع الله جاء من يتزوجها وهو زوج صالح وأنجبت أولاداً وأصبحت في أحلى حالة مع الله عز وجل، أما حينما كانت شاردة، حينما أرادت أن تلفت نظر الموظفين، حينما ارتدت أجمل الثياب وأبرزت مفاتنها للأجانب، عاقبها الله عز وجل بأثمن ما تملكه الفتاة جمالها. هذه قصة متكررة أخواننا الكرام، لا بد من تعقيب من كتاب الله. في سورة القلم قصة أصحاب الجنة، أصحاب البساتين، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني أرادوا أن يمنعوا حق الفقير، أخذوا قرار، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، يعني قد يكون أصاب صقيع فأصبحت قصرين كأنه مقطوعة، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فلما رأوها ليست هذه بساتيننا، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، ثم تيقنوا أنها هي بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. هي القصة كلها بكلمتين، الله قال كذلك العذاب، يعني أي عذاب أسوقه لعبادي من هذا القبيل، عذاب تأديبي، أي عذاب أسوقه لعبادي في الدنيا من هذا النوع، اتخذوا قرار أن يحرموا الفقير، فجاءها صقيع أتلف كل المحاصيل، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، لو سبحتم ربكم لما وقعتم في هذه المعصية، معصية البخل وحرمان حق الفقير، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين كذلك العذاب. كل أنواع البلاء وأنواع الشقاء وأنواع المرض وأنواع الفقر والقهر إنما هي تأديب إلهي، ومن لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. أسأل الله لي ولكم التوبة النصوح والعمل الصالح والاستقامة التي ترضي الله. يعني مرة واحد قال لي كلمة أراد أن يداعبني بها، قال لي دخلك أنت صلك بتدرس 26 سنة، قلت له إيه، قال لي يعني هالدعوة شو ملخصها، قلت له كلمتين، كلمتين فقط، قال لي تفضل، قلت له يا بتجي ركض يا بجيبك ركض، يا بتجي لحالك طائع مستسلم صائم مصلي مقبل ذاكر، أو الله عنده أساليب بركضك ركض. بعرف إنسانة ما بعرف حالها الآن من أخبار طبعا، متفلتة جدا، لا تعبأ لا بدين ولا بخلق، جاءها مرض عضال ورم خبيث، كانت تقول أنه لو أن الله شفاني يعني لتفعل الأفاعيل. الله يعرف كيف يداوي، ودواء مر وبطشه شديد، ويعرف المكان الصعب
المكان يلي بهز أركانه يعرفه الله عز وجل. فإن كنت معه كان الله معك، أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإن منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا الأمر في كل ما يكون، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. فلو شاهدت عيناك من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. يعني أجمل لحظات الحياة أن تعقد التوبة النصوحة مع الله، أجمل لحظات الحياة أن تشعر أن الله يحبك وهو راض عنك، وأن عملك وفق منهج الله، وأن عملك ليس فيه عدوان ولا تجاوز ولا تقصير، وأن هذه السعادة العظيمة. والموت